قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بزيارة مصابي حادث كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة بالمستشفيات التي يتلقون العلاج بها. وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحادث المؤلم من أبناء الشعب المصري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحمد لله، ربنا يفضل عليكي وعلينا إن شاء الله.